وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد ما مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام ما زلنا بالكلام عن سلسله الادعيه المباركه التي نستفيد منها في حياتنا اليوم النهارده معنا دعاء جميل جدا بعنوان اللهم اني توكلت عليك فاعني استعينوا بالله تبارك وتعالى قائلين اللهم اني توكلت عليك فاعني ووفقني واجبر خاطري جبرا انت وليه يا رب ادعوك بعزتك وجلالك وعظمتك ألا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا ولا تفضح لي سرا ولا تكسر لي ظهرا اللهم اجعل دعواتنا لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا للجنة لا يسد اللهم اجعلني من الذين تدبر فرحتهم في السماء وامانيهم واوشكت ان تتحقق اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، اللهم اجعل لي نصيبا في سعه الارزاق وتيسير الاحوال وقضاء الحاجات، اللهم اخرجني من حولي الى حولك ومن تدبيري الى تدبيرك ومن ضعفي الى قوتك انك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته